السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في غسات جديده على قناتكم صوفيا كوسينا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاسوب صحيه وزوينه سهله بزاف في اطار تحضيرات ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. غادي نديروا واحد لاسوب بالخضر مع واحد شويه ديال الكفته. غادي نحتاجوا ليها هنايا واحد كيلو لا روب ديال الخيزو، عندي هنايا بطاطا تقريبا واحد 3 ديال الحبات، عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال الماطيشه مقطعين، وواحد البصله اولا جوج مقطعين حتى هما، وعندي هنا واحد 200 غرام حتى 250 غرام ربعه ديال الكفته هنا درتها على شكل كويرات صغار، مع واحد الربطه ديال قزبور مدنوس. وباش غادي نكهو عندي هنايا معلقه ديال الزبده، معلقه كي كتشوفوا ما عمرهاش مزيان ديال المطيشه ديال الحب، عندي الملح والبزار، لاصوص الصوجا، وعندي هنا هي الكوزه. غادي نحتاج واحد رشيشه ديال الكوزه. بسم الله غادي نبداو تحضير لاصوب ديالنا. غير للتذكير انا هنايا هاد الكفته درتها كويرات صغار، غادي ندخلهم للكونجيلاتور يقصحوا واحد شي شويه، لانني من بعد غادي نديرهم لاصوب باش ما يتحلوش. فيهم غير شويه ديال الملح والبزار. هنا اول حاجه غادي نبداو بها غادي ندير ديك المعلقه اللي عندي ديال الزبده باش تذوب لينا، وغادي نشحر فيها البصله ديالي. هاد لا غوسيت راه ساهله. اون فوا غادي تنزل البصله ديالي غادي نزيد هادوك الخضار كاملهم في دقه. هنا غادي نزيد البصله، غادي ندير شويه ديال الملح والبصل على حسب الذوق، غادي نخليها تهبط واحد شويه وتشحر كي قلت لكم. هنا ملي هبطت لي هذيك البصله غادي نزيد البطاطا، ومن بعد غادي نزيد خيزو. خيزو شويه كثير بالنسبه للخضار الاخرين. انا غادي نحط لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف، ولكن كل واحد يدير الكميه على حسب عدد الاشخاص اللي عنده. الكميه يعني اسره صغيره، يعني ماشي جوج الناس اولا ثلاثه. واخر حاجه غادي نزيد مطيشه، 3 ديال الحبات ديال المطيشه، وهذيك الربيطه هنايا عندي زبون ومعدنوس. دابا غادي ندير الماء، انا عندي واحد لتر ديال الماء، غادي نشوف شحال يكفيني. الصوبه ضروري ما تجيش جاريه بزاف، غادي نرويها بالماء تقريبا لتر كامل. اخر مرحله غادي نزيد هذيك المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، وغادي نسد عليها وندير الصفار. لاصوب ديالنا ملي حلينا عليها بعد المطاط ها هي كيفاش كتجي. غادي نطحنها اول اول، ملي كملت الطحين ديال لاصوب غادي نزيد دوك الكويرات ديال الكفته كي قلت لكم درتهم شويه في الكونجيلاتور باش ما نديرهمش ويتحلوا ليا. غادي نزيد هاد الكويرات، غادي نشعل العافيه ملي لا يطيبوا على خاطرهم. غادي ندير واحد رشه ديال الكوزه كما قلت لكم في الاول غير شويه،
اخر حاجه هي غادي نزيد لاصوص الصوجا غير شويه جهد المعلقه ولا جوج كنخلط نخلي ديك الكفته حتى طيب على خاطرها وغادي نقدموا لكم لاصوص الصوجا ديالنا اللي كتوجد واش تجي جاريه بزاف اللي ما بغاش يدير فيها الكفته يقدر يدير فيها الكروفيت او الكفته ديال لا داند او الدجاج اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه شكرا بزاف على المتابعه ديالكم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم ولا عجبتكم خليو لي لايك وكومونتير والى اللقاء في وصفه جديده بحول الله.